حقيقة أنا دلوقتي من بعد ما خرجت مش مستوعب إن أنا أصلا حر، أو إن أنا يعني مثلا هنسقط دوت على حاجة ليها علاقة بموبايلي. المفروض إن أي حد عادي بيكون موبايله عامل فيس أي دي بيفتح، أنا لأ، أنا مضطر أكتب الباسورد لأن أنا لاغي خاصية الفيس أي دي، لأن عارف إن أنا وشي هيتمسك بالعافية ويتحط قدامه الموبايل فهيفتح. ففي مصر الوضع الأمني صعب جدا، الشرطة بتعامل مع الشعب بشكل قمعي مبالغ فيه بدون مبرر. قمة المناخ اللي كانت بتسعى الحكومة المصرية من فترة كبيرة لاستضافتها، وكانت هي شايفة ان قمة المناخ لما تحصل في مصر هيتم ضخ بلقات من الأموال، كانت فرصة فعلية لإنجاز بوجهة نظر العالم لمصر، للانتهاكات اللي بتحصل في مصر. الدولة اللي بتستضيف مؤتمر المناخ بيها معتقلين مسجونين بس عشان خاطر هم قالوا رأيهم. فكان وحتى ليه علاقة بإن الحكومة تدعي إنها بتحسن حالة حقوق الإنسان، ليه علاقة بخروجي أنا شخصياً من السجن. إن الدولة بتقول إن أيوة إحنا عندنا حالة تحسين حالة حقوق الإنسان، لكن هنيجي على ناس الدولة شايفاها ان هم معارضين ومش هيتقهقروا عن معارضتهم او ما عندهمش استعداد انهم يقولوا ان الدولة كويسة او ان اللي بيحصل في مصر ان الحكومة دوت مناسب. فكان الناس دي مش عايزين يخرجوهم لحد دلوقتي، زي علاء عبد الفتاح وزي احمد دومة وزي محمد الباقر وزي شريف روبي، زي اسماء كتير اكتر من ان الواحد يقدر يقولها في حلقة مكونة من 100 ساعة. سجن في مصر الحبسات ما بتكونش متعلقة بأيام وشهور، تتكلم في أقل ليفل سنة وسنتين وثلاثة، أقل ليفل فعليا من الناس المحبوسين بدون حكم، بدون ما يدانوا، بدون حتى ما يتحالوا القاضي، هم بيفضلوا تجديد نيابات 45 يوم 45 يوم 45 يوم. كل ما بيتم الناس دي ماشية في الشارع في مصر التواجد الأمني قوي بشدة، فبطاقتك دلوقتي عارف هويتك فبيطلع البطاقة فبيكشف على اسمه، وده كان بيحصل معايا وحصل معايا أكتر من مرة. فاركب عشان بس انت اتكشف على اسمك وتعرف انك انت كنت معتقل سياسي سابق. طب انا عملت ايه دلوقتي؟ مش مهم انت تكون عملت ولا ما عملتش، مهم ان انت تكون معتقل سياسي سابق. فبيقوم محولني على أمن الدولة بدون أي سبب، بدون حتى ما ارتكب جريمة. فلو أنا رايح شغل أو رايح أقابل ناس او اعمل اي حاجه فانا خلاص مقبوض عليا، فبتعرض على ضابط امن الدوله فبيطلب مني طول الوقت افتح موبايلي. طب لو انا موبايلي ده عليه حاجه خاصه بي انا وصاحبتي مثلا، بي انا بس، فليه يشوفها؟ هو مش بيعترف بالكلام ده، هو افتح موبايلك، هو ما بيفهمش ايه اثر ده عليك. هو بيفهم ان هو عنده تعليمات انه يفتش كل الموبايلات اللي في الشارع عشان ما يكونش في حد كاتب بوست على المواقع السوشيال ميديا يقول فيها ان هو معارض. بالنسبه بقى للشباب اللي هم زيي مثلا، انا ببقى ماشي في الشارع خايف. انا ما كنتش بمارس نشاط من بعد ما خرجت من السجن، وما كنتش بعمل حاجه، وما كنتش بعارض. هو انا لو كان ليا مطلب فليا مطلب ان اصحابي دول يخرجوا، عشان دول ناس انا عشت معاهم بشكل اجتماعي فتعرفنا على بعض كاشخاص. اتقبض عليا في مظاهره احداث مجلس الشورى اللي هي كان فيها معايا علاء عبد الفتاح، وقضيت حكم 4 سنين. خرجت من السجن شهر 12 2018، وبعد كده عدت اعتقالي تاني شهر 9 2019، قعدت 3 سنين. وعيد تدويري كذا مرة على قضايا مختلفة، بختفي قصريا فترة وبعد كده برجع اتهم على قضية جديدة في مصطلح دارج عندنا في مصر اسمه التدوير. كنت متهم في الأساس بالتظاهر ونشر أخبار كذبة ومظاهرات كانت حاصلة أنا ما أعرفش عنها حاجة، وقضية من داخل السجن. قضيت بالمجمل 4 سنين، وكان عندي حكم 3 سنين مراقبة. المراقبة في مصر حاجة مهينة جدا، ليها علاقة بإن الشخص بيسلم نفسه لإسم الشرطة اللي هو محل إقامته الساعة 6 المغرب،
ويفضل قاعد جوه القسم بدون اي حاجه. ممكن تكون اصلا الحياه جوه القسم غير مؤهله، يعني الحجز صغير، مكان صغير ما يسعش 5 افراد، بيتم تعبئته ب20 50 شخص، انه يتعرض لتعذيب او يتعرض لبهدله او يتم استغلاله ماديا من الافراد بتاعه القسم او الضباط، ويخرج الساعه 6 الصبح بس. المفروض ان هو هيشتغل وينام وياكل ويشرب ويقعد مع احبابه سواء كان اهله او صحابه في 12 ساعه، مش رقم كبير، وبعد كده يرجع القسم تاني الساعه 6 المغرب. ما انا بتكلم في الكلام في الحاجات ديت اللي هو، بس احنا كتير حياتنا مليئه بالسجون وكده، فمش بنعرف انا مش بعرف افتكر انا كنت اتسجنت يوم كام بالظبط. الواقع في مصر ان لما بيكون في اي حد ليه علاقه باي نشاط معارض، مش حتى معارض، ليه علاقه بحقوق الانسان او بالصحافه او بالتصوير الجمالي، بيبقى خايف من ان هو يتقبض عليه او انه يتم توقيفه والقبض عليه. في مصر انت ما ينفعش تمشي في شارع من غير ما تلاقي فرد تابع للامن، وهو مش بيحمي الشعب من الجريمه، هو بس بيحمي النظام من ان في اي معارض يظهر او يتكلم في اي رؤى مختلفه. اي فن، حتى الفن المستقل بالمناسبه بيواجه مشاكل في مصر. انا مثلا لو انا حاطط نفسي ان انا دكتاتور وحاكم مكان عبد الفتاح السيسي، فليه اوقف شاب بيصور منظر حلو؟ او ليه اوقف شاب بيغني اغاني ليها علاقه بالحياه واللي عايشها والبنت اللي بيحبها وبلا بلا بلا الكلام دوت، ليه اضيق عليه؟ ليه اقول انه مش من حقه يحضر حفلات؟ ليه شاب زي شاب جديد اللي هو الرابر الفلسطيني يتمنع من دخول مصر يعرض فن مش اي حاجه تانية؟ القمع الامني في مصر سيء للغايه.